اول خطوه راح نضيف السمن الحيواني يكون شوي سايح يعني مش متماسك كثير، وراح انزل بالطحين. هاي طبعا وصفه مطلوبه يا ابو طه، كثير يعني اجاني مسجات انه بدهم هاي الوصفه. يعني هذا المعمول اليوناني، هذا المعمول اليوناني هو طيب ومحبوب عند الكل صراحه. بنزل في الطحين على 3 مراحل. طبعا بالجرامات السمنه 250 جرام والطحين 500 جرام. حلو، يعني السمن نص كميه الطحين. نص كميه الطحين والمي نص كميه السمنه، هيك انا عجنتها. هسه في الجو هذا اللي احنا فيه عادي مباشره بخمرها، في الصيف لا بدكلها على الثلاجه برد بطلع بدعكها شوي بنعمها. تمام، بعدين بخمرها. تمام، راح انزل بالحليب والمحلب. طبعا انا بقول خمرها يعني نضيف المي، بس انا بفضل في هذا المعمول ما يكون في خميره نهائيا. احسن. حاضرين شف ايمن بس قلبك قدم الصحن شوي. يلا ايوه، وهي معلقه القطر. طبعا الحليب وميه القطر مشان تعطي اللون الحلو 100%. ايوه هيك ممتاز. عجين هون صار جاهز. هسه انا بدي اخمر السكر، بنزل عليه بالماي وبقلبهم. كيف الطعم فرق معك؟ لسه ما ذقتش. وراح انزل على العجين واحرك كل المواد سوا، اللي هو سكر ومي. سكر ومي، هاي التخمير مبدأ، هيك التخمير. طبعا بعد ما عجنها راح ادخلها على الثلاجة لمدة ربع ساعة ثلث ساعة لما تشد معي تبرد. انا في معي واحدة في الثلاجة عشان اقدر اشكلها. هيك صارت جاهزة عندي، ما بقلبها كثير. هسه زعيم الخطوة الثانية اللي هي عند معظم الناس مشكلة فيها، راح انزل بالفستق الحلبي. وهي القطر، هاي رشة الفانيلا، وهي شوية ماء الزهر، وراح اضيف لهم شوية من القطر عشان يتماسكوا مع بعض، وراح اعجنهم في ايدي بكل سهولة. بتعرف انا في حلويات كثير ما كنتش اكلها، صرت اكلها من ورا الشيف النوباني. بدي بس تلاحظوا شو سويت، انا ما نزلت الفستق كامل، بحط له القطر وبعدين برجع بشده. لاحصل الجموديه اللي انا بدي اياها. هيك صارت عندنا عجينه فستق حلبي جاهزه. هيك احنا بنقدر نقول ابو عون خلصنا الحلقة خلص. مدام أنا حصلت هذا الفستق المعجون، تبعوا معي إخواني، هي راح أقطع العجين تبع الفستق بأحجام متساوية. وراح اخذهم على جنب اكورهم. هاي العجين اللي انا مشتغله قبل نص ساعه، اللي هو نزلت له السكر والمي يعني باعتبار مخمر. تمام، عجيني ناعمه ومتماسكه، رشه صغيره جانسه كمان. هاي ابو عون افضل طريقه للعجين المعمول بطحين، حتى المعمول على القالب نفس المبدا. حلو، كمان رشه من الطحين. طلع كيف بتمد سلسه، شايفها والله. اه، وراح اجي اقطع قطعه اكبر شويه من الحشوه. وراح اسكرها واحشيها كامله. حلو،
عشان يشوفوا كيف تسكر. بدهم اياك تسوي وحده ببطء. راح اسوي الاخير. راح اسوي الاخير. انت فبده اياك تتعامل مع الكاميرات انه شوي ببطء، خليك مع الزملاء. يا سلام، كمان وحده هيك ببطء. انا كنت ناوي الاثنتين الاخيرات طبعا واخليهم. تسكير بس حشوه. سهله جدا. هسه شو راح اسوي بعد هيك ابو طه؟ راح ارش رشه من الطحين واخذ اي وحده فيهم امدها رول. نفس الرول اللي سويته قبل شوي. انا بفضل نشتغلها هون مش بصينيه. طبعا هي شغله بتصير بصينيه زيك، بس عشان اجيب لكم اياها 100% خلينا نشتغلها بس كانها بصينيه بدها تفوت على الفرن. تمام. بده يكون معي مسطره، مسطره بيتيه تبعت الاطفال. راح اجي عليها بس اعطيها شكل مستطيل وبظبط اطرافها. حلو. بتتقطع بعدين؟ لا هسه هي في رسمه عليها. من فوق. في رسمه عليها. شو راح اسوي انا؟ راح اعطيها شرحات الشيب تبع الرسمه. ايوه. وراح اميل ايدي بحيث احصل المثلث هذا اللي في النص المعيني. تمام. بنعتبر انها في الصينيه راح اقطع. طبعا بالنسبة للطول، بالطول اللي بدنا اياه. بالطول طبعا حسب اللي قطعتوها. بعد هيك برجع بظبط اطرافها. بسويهم كلهم نفس الطريقة، بدخلهم على الفرن على درجة حرارة 200-230 لمدة 12 دقيقة 13 دقيقة. 200 يعني من درجة حرارة عالية. فرن حار يعني ساخن. فرن حار محمد مسبق. انا بفضل يعني اذا فرن ضعيف يكون 250، بس اذا من الفرن القوية 220 ممتاز. عندنا كوب سمن حيواني، 3 أكواب طحين، نصف كوب سكر كشن، نصف كوب ماء بارد، وعندنا رشة من المحلب، معلقة حليب بودر، ملعقة من القطر. للحشوة عندنا 2 فستق حلبي مطحون ناعم، نصف كوب قطر، رشة من الفانيلا، وملعقة صغيرة من الماء الزهري.